أكبر رمال متصلة مع بعضها في الكرة الأرضية كلها هي عندكم في الربع الخالي، وهي ليست خالية، فيها جميع أنواع الله بث المعادن وبث فيها من كل شيء، من كل خير، وخير فيها إنسانها. ولذلك الرحالة الأجانب اللي جوا الربع الخالي كلهم أثنوا على قبائل الربع الخالي دون استثناء، أثنوا عليهم. وأيضاً وهذا مهم اسمعوه، الذين رافقوا الرحالة اللي هو توماس وعبد الله فيلبي وتيسيجر اللي هو مبارك، كلهم كانوا على مستوى عالي من المسؤولية. كانوا الرحالة هؤلاء يحملون معهم الذهب، كانوا يحملون معهم صناديق ذهب، لأنهم مزودين من بلادهم لينفقوا على شراء الجمال لكن اللي رافقوهم من الصيعر ومن الرواشد ومن المناهيل ومن العوامرة كلهم كانوا على مستوى المسؤولية، لم يتعدى عليهم أحد ولم يؤذيهم أحد في وقت كانت الدنيا فيها فوضى أيضاً.